طبعا في تغيرات بشكل عام على مستوى الاعلام كله بشكل عام، زي ما في تغير على مستوى الحياه بشكل عام على مستوى العالم كله، ان انت ما كانش في فيسبوك وما كانش في تويتر وما كانش في مواقع التواصل الاجتماعي. دلوقتي في حاجات كتير جدا بقت موجوده في الحياه المصريه. بتلاقي الاطفال الصغيرين اللي عندهم سنتين وثلاثه ماسكين التاب، ماسكين بيفتحوا اليوتيوب، الدنيا متغيره كلها. زي ما احنا شفنا خلال يعني السنوات الاخيره كلها في حاله انهيار كبيره جدا للصحافه الورقيه. بنشوف على مستوى العالم في مجلات وصحف عالميه كبيره اغلقت، في مجلات وصحف عالميه كبيره جدا اللي خفضت ميزانياتها لاكثر من 50%. الصحافه الورقيه لن تختفي، فاهمة؟ ولكن بتواجه أزمات كبيرة جدا، ممكن تواجه انهيار مش، لكن لما تيجي تتكلم في أي مؤسسات، تيجي تقول مؤسسة الأهرام، مؤسسة يوم السبت، مرتبطة دايما بكلمة الجورنال الورقي، لأن حتى الآن في ناس ما عندهاش يعني نسبة بغض النظر قليلة أو محدودة، لكن لا تقتنع إلا بالجريدة الورقية اللي هي تمسكها في إيديها، اللي هي بتشوف فيها الخبر، ودي موجودة خاصة في الأقاليم المصرية. وبرضه في نفس الوقت على مستوى العالم برضه بتلاقي ناس لا تقتنع إلا بالجورنال الورقي اللي هو في إيديها. يعني تحول المواقع الإلكترونية للشكل المحترف طبعا اكيد يعني اثر على الصحافه الورقيه بشكل كبير جدا. انت خلي بالك النهارده سهل جدا في ظل التطور التكنولوجي في العالم كله انك توصل للمعلومه عن طريق الموبايل وعن طريق الكمبيوتر، اكتر ما كنت زمان بنشتري الجورنال بالليل وقت ما بيصدر بالليل او الصبح. خلاص يعني الزمن ده الامانه عدى انتهى. فالمواقع الالكترونيه كسبت المنافسه اللي مع الصحافه الورقيه، خلاص ده بقى اي صحيفه ورقيه بقت مجبره انها تصدر اصدار الكتروني عشان تقدر تكمل فيه المنافسه، تمام كده؟ وبالتالي كان في يعني نقول فتره معينه للصحافه الورقيه ان هي هتنتهي من السوق، وكان مقدر لها هي 2018. وشفنا احنا فعلا كتير او بعض الجرائد الانجليزيه المشهوره خرجت من السوق تماما وبقت تصدر اصدار الكتروني فقط. الصحافه الورقيه بتمر بفتره صعبه جدا، لانه الصحافة الإلكترونية طغت على الصحافة الورقية تماما، وده أدى لأنه مثلا صحيفة زي نيوز ويك الأمريكية أو صحيفة السفير اللبنانية، صحف كبيرة جدا وعريقة، بيبقى عندها مشاكل وخسائر فادحة، خسائر مالية فادحة، فبتضطر في النهاية إن هي تغلق النسخة الورقية وبتعتمد على النسخة الإلكترونية. إذا كان في نسخة إلكترونية بعض حتى يعني الجرائد الكبيرة حتى في مصر، الجرائد العريقة، أهرام، أخبار، جمهورية، حتى بدأوا إن هم يتجهوا إن هم يكون عندهم نسخ إلكترونية، لأن هو ده المستقبل وهو ده اللي خلاص الناس كلها دلوقتي. أنت بتتكلم في توزيع النسخ، يعني أنا ما عنديش أرقام دقيقة بالظبط عن توزيع النسخ، ولكن أظن إنه أكتر جورنال بيوزع النهاردة نسخ حوالي 30-40 ألف نسخة يومياً.